وصل صوتك. مرحبا بك دره الغربي الحوكي زميلتنا من جريده اخر خبر. اليوم اخر خبر كل جمعه تعطينا هكا معلومات مهمه. اليوم ابو عياض يخطط لعمليه ارهابيه ليله راس السنه وقنبله تستهدف سياره احد السياسيين. دونك وعنصر ارهابي يسعى لاستقطاب احد العاملين بالشركه توزيع كهرباء الغاز لانجاح مهمه الظلام. معلومات مهمه واختيره لو كان تزيد لخص هنا دره. مرحبا بكم. بالنسبه معناها المعلومات هذه هي معلومات مؤكده كما قلت انت نوفل، مش اول مره معناها نكشفوا معلومات هذه كما هكا معناها بنفس الخطوره، والدليل ان صحيحه حتى مره ما وزاره الداخليه كذبتها. بالنسبه للمخطط هذه ابو عياض تنظيم زعيم تنظيم انصار الشريعه الارهابي يخطط باش الخليه النائمه اللي تمركزت في تونس باش يبداوا التحركات نتاعهم من منتصف شهر ديسمبر. والتحركات هذية متوقعة تنجم تكون فيها عمليات معناها متالية في انتظار تنفيذ العملية الكبيرة اللي هي عملية رأس السنة الميلادية. امباغاليل فما عملية أخرى اللي هما فما تخطيط باش يتم استهداف أحد الشخصيات السياسية الهامة من معناها ما تمكنناش باش نعرفوا شكون، باش يحطوا معناها في السيارة نتاعو قنبلة فيها كاتم صوت. هذه هي معناها معناتها رسالة في تبعين أعظم تصريح أنصار الشريعة من الدخول للتراب التونسي من ليبيا عبر بن قردين بطريقة سرية لتعزيز كتيبة عقبة بن نافع المتحصنة بجبل شعب. 600 هذوما مشاو لسوريا، كانوا في جبهة النصرة، مشاو يجاهدوا وبعد معناها بعد الحصار الأمني اللي تفرض على الجماعات الإرهابية اللي في تونس ومنهم كتيبة عقبة بن نافع اللي في جبل الشعامبي، أبو عياض أصدر تعليمات بتعزيز الجماعات الإرهابية الموجودة في تونس. 600 هذم جاءوا من سوريا دخلوا ليبيا، ومن ليبيا بالطبيعة تعدوا لتونس بطريقة سرية، وأكيد معناها في ظل معناها كي نجيو نشوفوا 600 دخلوا من 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 سوريا لتونس وفما أسلحة قاعدة كل يوم معناها الأمن نسمعوا لي فما سلاح تشد فما فلوس كيف كيف معناها ظاهرة ذي الكل تحذيرات باش نستناو عملية جديدة. عناصر إرهابية تخطط لتنفيذ عملية الظلام، شنو تقصد بعملية الظلام؟ عملية الظلام فما معلومة تفيد اللي فما معناها مجموعة إرهابية موجودة في تونس خطط باش تستهدف مقر أمني باش يسهلوا العملية هذه، يحاولوا يستقطبوا معناها فني من شركة توزيع الكهرباء والغاز وبطبيعة مقابل معناها مبلغ مادي كبير باش يقوم بعد تحديد الهدف نتاعهم باش يقوم بقطع التيار الكهربائي على المنطقة الموجود فيها الهدف نتاعهم في نفس الوقت معناها مع تزامنا مع قطع التيار الكهربائي باش يقوموا بالعملية نتاعهم، وبعد تحصنهم بالفرار هو معناها يرجع الضوء. هو يرجع الضوء. باش نسألك درة، كيفاش حتى المعلومات المصادر هذه هل عندكم أنتم برك الداخلية تعلم مثلا بحاجة هكا؟ جبتوها من مصادر من الداخلية ولا مصادر خاصة ولا يعني ما تحكيليش منين طبعا من حقك، ولكن باش نتأكدوا من صحة المعلومات هذه. تو أنا لو كان تطلع مثلا جريدة تعلم والداخلية ما تعملش نتفجع، لو كان تطلع بالحق الداخلية تعلم وفي بالها نطمن شوية. فسر لي معناتها فسر لي الوضع المعلومات هذه اللي قاعده تسرب. اكيد اللي الداخليه في بالها ما تصورش معلومات كما هذه معناها تخرج ونجموا نتحصلوا عليها وقت اللي قوات الامن ما في بالهاش. من المؤكد اللي وزاره الداخليه في بالها واللي هي معناها خذيت الاجراءات اللازمه باش تتفادى العمليات هذه. معناتها وانتم قاعدين تكشفوا في برشا اسرار الخطر الارهابي معناتها والخلايا النايمه، برشا قالوا في شهر اكتوبر، فما شكون قال في شهر نوفمبر تصير عمليات وما صاروش. هل تعتقد انه الامن قاعد يربح في ميدان قاعد يربح في الميدان معناتها وقت اللي حارب السلافيين ولا مازال الخطر كبير؟ القاعده الداخليه معناها تتقدم بالكدا، والاكيد فما برشا عمليات. ما نتصورش وزاره الداخليه في كل عمليه باش تجي تحبطها باش تخرج الاعلام وتقول راه احبطنا العمليه هذه. ما هبطوهم انتم هزونا المورال شويه. بالحق معناتها كي تقول لي حتى الحرب المعنويه ضد السلفيين ربحوها وقت اللي نعلموا بالله. سمعنا اللي صاروا اغتيالات احبطت تفجيرات وغيره. معناتها لو كان نعرفوها باهي الحكايه معناتها تهز حتى معنويات الشعب ولا لا؟ صحيح.
القاريه الدبريسيون قداش تونسي طايح نجم انت اليوم طيحت 10 مواد ديبريسيون بالمقال هذا درك. دونك تعتبر انه فما حرب معناتها متواصله معناتها خاطر ساعات يبان لنا صاير ريلاشمون معناتها لا حسب ان نحن كنجيو نشوفوا معناها تحركات نتاع اتباع انصار الشريعه ولا المجموعات اللي موجوده في تونس وحتى تحركات ابو عياض والتعليمات اللي يعطيو فيهم معناها نفهموا اللي تنسيق كبير بين المجتمع. فما واحد من اللي حضر الاجتماع هذايا تم إلقاء القبض عليه من وحدات الأمن، وحسب المعطيات اللي عندنا فما واحد معناها متحصن بالفرار وقاعدين يلاحقوا فيه. انت متابعه برشا الموضوع هذا بالنسبه لك مثلا فما لغز معناتها احمد الرويسي معناتها تشد ما تشدش ما عندكش فكره على الموضوع تشد ما والله تشد. حسب المعطيات اللي عندي احمد الرويسي متواجد في ليبيا. أبا. وفما معطيات اخرى يقولوا اللي احمد الرويسي كان في 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 جبل الشعامبي، فما معطيات اخرى معناها يقولوا اللي احمد الرويسي كان في الشعامبي ومعناها متواجد توا في في رجع لمسقط راس، ومعناها المعلومات مش مؤكده. وبالنسبه لابو عياض اللي خطط لعمليه ارهابيه نعاود نذكر ليله راس السنه، والله ابو عياض احنا كتبنا في عدد سابق اللي ابو عياض تم مشاهدته في في قبل عملية قبلي، معناها فما عبيد رؤوف في منطقة سوق لحد في قبلي في أحد الجوامع صلى غادي ومن بعد مشي، ولكن وفما معلومات أخرى زادة تقول اللي أبو عياض في ليبيا. وزارة الداخلية معناها حسب مصادر من وزارة الداخلية تقول اللي أبو عياض ما دخلش لتونس جملة واللي هو في ليبيا. دونك شكون صدقوا هنا؟ بالحق شكون صدقوا؟ لا اما صارت نوع من الديسانت حبوا يشدوا ابو عياض في صارت صارت لكن الوقت ايه. اللي احنا حبينا نعرفوا اسكو هي مربوطه معناها المداهمات اللي صارت في قبلي مربوطه بالمعلومه اللي احنا حكينا عليها بتواجد ابو عياض في قبلي واكدوه برشا معناها يقولوا لي مداهمات على خاطر ابو عياض، فما وقت اللي فما مصادر تقول لك لا ابو عياض في ليبيا واحنا ما عندهاش علاقه المداهمات بتواجد ابو عياض. اليوم انتم حكيتوا برشا على اختراقات قبل في الداخلية، اليوم الداخلية متجانسة شوية في مقاومة الإرهاب ولا مازال فما شوية هكا؟ أكيد فما بعض العناصر اللي قاعدة معناها تخدم في السلفيين. أوي توصل في المعلومة للسلفيين قبل مثلا الهجومات قبل يمكن لا مش يمكن عند حكينا أنتم حسب معلوماتكم معناتها درة. والله ما نجمش ناكد حاجه ما معناها اي ما ماكش واثقه منها. اوكي دونك يعني خلي نطمنوا العباد انه وقت اللي يخرج خبر في جريده معناتها راهي الداخليه ماخذ استعداداتها، وانه وقت اللي نسمعوا ابو عياض يخطط لعمليه ارهابيه لراس السنه حاجه ايجابيه نسمعنا بها لانه باش تتخذ الاحتياطات كامله. شكرا لك زميلتنا دورا الغربي الحكي من جريده اخر خبر، وشكرا جريده اخر خبر على المجهودات الكبيره اللي قاعده تقوم بها.